صباح الخير وصباح الصحة والسلامة لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. فين ما كنتم مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. والموعد اليوم كيجمعنا مع الأستاذ محمد الحليمي، أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. صباح الخير أستاذ الحليمي، أهلا وسهلا ويوم جمعة مبارك إن شاء الله. تحية لك أستاذ عفاف، وتحية لفريق الأعمال، وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله، وبشر مبروك على المغاربة كاملين. كنتمنى إن شاء الله أن يكون رمضان كيدوز في ظروف جيدة وظروف صحية جيدة، ونستفدوا قدر الإمكان من هذا الشهر الكريم إن شاء الله. يا رب إن شاء الله للجميع، وهذا ما كنتمناه إن شاء الله، شهر رمضان بصحة وعافية وبسلامة للجميع. ما بغيناش نسمعوا على مشاكل صحية، ما بغيناش نسمعوا على مضاعفات. أستاذ الحليمي أيضا يعني الكثير من الناس اللي غنرجعوا غنتكلموا على هذه النقطة، يعني ربما كيكونوا ناس اللي كيوليو خلطة عشواء في نظامهم الغذائي خلال شهر رمضان الكريم، وكنعرفوا على أن الحياة ديال الإنسان ونمط العيش ديالو كيتغير. إلا تكلمنا ماشي فقط غير على التغذية، على سبيل المثال غير ساعات النوم، ساعات النوم ديالنا في شهر رمضان راه ماشي هي ساعات النوم في الأيام العادية. غنرجعوا مازال نتكلموا على هذه النقطة اليوم. والجميل في البرنامج أستاذ الحليمي أنه مشكورين كل الأخصائيين ديال برنامج صحة وسلامة اللي كيكونوا حاضرين معنا، كيف ما قلت كل واحد فيهم كيكمل الآخر. الحلقة البارح كانت مع الدكتور مصطفى الوضغيري، طبيب أخصائي في الطب الباطني وطب المسنين، وكنا تكلمنا على مجموعة ديال النقط، وهو كان شارق لأنه ماكراتش أستاذ الحليمي تكون معه تتمة ديال الموضوع من الجانب الغذائي، قال هو غادي يفيد المستمعين أكثر. فأول حاجة أستاذ الحليمي، لأنه كانوا مجموعة من التساؤلات اللي هي بقات من الحلقة البارح، وعدنا المستمعين الكرام على أنه أستاذ الحليمي هو اللي غادي يجاوب عليها. غادي نبداو بسؤال اللي هو كان من عند لطيفة، كتقول على أنه الأم ديالها 72 سنة، الحمد لله، كتقول رغم داء السكري، فقالت أنه الحالة الصحية ديالها لاحظت تحسن خلال شهر رمضان الكريم. فهي قالت عندها سكري مضبوط، كانت قاست الخزان لقات فيه 6%، فالطبيب قال لها ممكن أنك تصومي. بقى عندها سؤال، هي قالت أنه الأم ديالها يعني عزيز عليها الباربة بزاف وكتستهلكها، وكان السؤال عند لطيفة اللي محيرها، واش الباربة مفيدة للناس المصابين بداء السكري خصوصا في هذا السن ديال 72 سنة، واش كيستافدوا منها، وشنو أحسن طريقة. قالت هي بقات حيرة، ما عرفتش مثلا الباربة واش تعطيها الأم ديالها مسلوقة أو لا طيبة، واش تعطيها لها خضرة، فقالت أشنو اللي هو أحسن. نعم، هو أولا كنشكروا الفريق الطبي اللي سمح لهذه المرأة أنها تصوم، يعني أكيد كانت دراسة ديال الملف. زائد كنشكروا الأسرة ديال هاد السيدة هذه، علاش؟ لأن كما شر، وكنحييه الصديق والأخ ديالي الدكتور الوضغيري، الرجل الطيب، الرجل اللي كنستمدوا منه المستمعين داك الهدوء. وهذا قلتها ومازال كنعاود نقولها، هادشي جاي من التعامل ديالو مع واحد الفئة حساسة، وهذا التخصص ديال الدكتور الوضغيري هو داك التخصص قليل في العالم، ماشي غير في المغرب، قليل في العالم. أي واحد كيشتغل مع هاد الناس إلا وكيكون كيستمد منه هذاك الهدوء. وهذه المرحله هذه، لان خصنا نعرفوا حنا بلي مرحله الشيخوخه ليست بمرحله فيها يعني واحد ان نهايه العالم ولا هذه. الله سبحانه وتعالى عطانا واحد لا كورف ديالنا حنا، اي واحد اللي كيسمعنا دابا، اي واحد على وجه الارض، عندنا واحد لا كورف، عندنا واحد الميبيان كنعيشوا فيه. شنو هو؟ الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف، انسان يخلق من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوه، هي المرحله ديال الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفة، هي المرحلة ديال الشيخوخة، وشيبة، يخلق الله ما يشاء وهو العليم القدير. يعني الإنسان هاد الرحلة هذه لابد أنك غتعيشها، أنت مهما كنتي لابد أنك غتعيش هاد الرحلة هذه. أكيد إلا طول الله في العمر فكل شيء الناس غيعيشوها فعلا أستاذ الحليمي. والمسألة ديال مرحلة الشيخوخة يجب أن نستمتع بها، سواء كنا كنعيشوها ولا كنعيشوا مع الناس اللي كيعيشوها. علاش؟ لأن يعني الإنسان ملي كيوصل لمرحلة الشيخوخة بالدارجة عاد كيولي خاطر، عاد كتولي عنده لا ساجيس، كتولي عنده الحكمة، عاد كيولي عنده التوجيه. حنا لا، حنا كيوصل 40 عام كيقول لك صافي شرفت، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في سن 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إذا بالنسبة لي أنا المرحلة ديال الشيخوخة واللي بغيت أنا نسطر عليها بقلم أحمر، ليس ضروري أنه يكون عندي ارتفاع الضغط الدموي، وليس ضروري انه يكون عندي سكري. لكن بعض الناس كيمشيو عند المختصين كيقولوا لا عندك شيخوخه، انت في هذه المرحله راه عادي يكون عندك طونسيون، هذا علميا غير موجود. وحتى في جميع المستويات، شوف سيدنا زكريا، ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه، شوف الدقه ديال القران الكريم، واشتعل يعني ذاك الشيب راه في غاز يشتعل، حتى ان الاكتشافات الان دابا تكتشف ان غاز يشتعل. كاين دابا الناس اللي عندهم 18 عام باقي الشباب وعنده شيب. يعني حنا وكاينين الناس دابا كيعيشوا بامراض
اللي جدود نحن واخا وصلوا لمرحله ديال الشيخوخه ما عاشوهاش. اذا بالنسبه لي انا العمر الان هو عمر بيولوجي. كاينين الناس دابا عندهم 20 سنه وهادو حالات عندي انا كيعيشوا بامراض اللي كاينين حالات اللي عندهم 70 سنه وما كيعيشوش بها. يعني السن ما بقاش عنده دور الا بغينا نقولوا في الامراض، ولا الاهتمام ديالك بالصحه ديالك، ولا هذاك المخزون كما عندنا انسان كيفكر في الكونت ديالو، عندنا كونت ديال الجسم ديالنا ديال المعادن وديال المدخرات، فإلا استغليتيها بشكل جيد راك كتكمل. وكنقولوا حنا ديما المغاربه الله يلاقي الصحه مع العمر، ما استغليتيهاش مزيان فانت داك المدخرات ديالك كتساريها في 20 عام وكيولي عندك امراض وهادشي اللي كنعيشوه. اذا انا قلت كنشكر الفريق الطبي اللي سمح لهاد المراه ودرس الملف ديالها انها صامت، كنشكر الاسره ديالها لان كما شر الدكتور ودغيري وكما شر شي استاذ عفاف ان الاسره مهمه جدا فيما يخص التعامل مع هاد الناس هادوما، لان حنايا راه كنربيو وليداتنا باش حنا نهتموا بهم يكونوا صغار ومين كبروا حنايا هما يهتموا بينا. يعني كيولي رد الاهتمام راه ماشي الاهتمام متبادل، ماشي نربيو حنا اطفال دابا اللي غيحطونا في دور العجزه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه كجواب مباشر بالنسبه للفاربا، لماذا كيتم طرح هذا المشكل ديال الباربا؟ أيه. الباربا ولا الجلبانه ولا خيزو ما عرفتش انا علاش مي كيتعلق الامر بشي اشياء كنبقاو نقولوا اشياء لا يعني علميا غير موجوده. هذه باش نقولها، مرضى السكري ياخذوا الجزر خيزو وياخذوا الباربا وياخذوا الجلبانه غير يهتموا بالخبز واشياء اخرى. ان شاء الله من بعد رمضان الى حيان الله غنحلوا هذا الملف ديال السكري وغادي نهضروا، غادي نديروا تقريبا ما يقارب اربع الحلقات باش هكا نوضحوا جميع النقاط لان كاين بعض الاشياء اللي فيها لبس. بالنسبه لي انايا الباربا، اولا الباربا ذاك اللون ديالها، اللون ديال الباربا هي عباره عن مضادات اكسده قويه جدا، اقول قويه جدا. الناس غيلاحظوا ان الباربا مي كنسلقوها كتزاد الحلاوه ديالها. يعني كيفاش حنا خاصنا نستهلكوا الباربا؟ يحبذ بالنسبه لمرضى السكري انها تستهلك طازجه بالدارجه خضراء، يعني تحك داك لو جو ديالها. علاش؟ لان الباربا فيها ماده البيطايين، وماده البيطايين هي من احسن المواد اللي كيبغيها الكبد. الكبد عزيز عليه هذه الماده، هذه الكبد عزيز عليه بزاف المواد، جوج مواد بواحد النسبه كبيره، ماده الليمونين، ماده الليمونين حنا كنقولوا الليمون هي من هذه الماده، هذه ماده الليمونين اللي كاينه في كل الحوامض لي زاغروم كاملين فيهم هذه الماده هذه، وماده البيطايين. علاش؟ لان الكبد ديالنا كيقوم بالعديد من الادوار، ومنها ازاله السموم باترافيغ بزاف ديال لي زونجيم، هاد لي زونجيم منها الجلوتاتيون بيروكسيداز، منها الاس او دي سوبر اوكسيد ديسموتاز الان والدو والتخوا، ومنها العديد من ازاله السموم. الكبد مي كتعطيه البيطايين، كتعطيه ماده البيطايين. ومريض السكري راه كل ما ريحنا له الكبد، ماشي غير البنكرياس، حنا دابا اللي كنهتموا كنهتموا فقط بالبنكرياس، مع العلم ان الجسم ديالنا راه موحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اذا انا عندي مثلا مرض السكري، ماشي غنهتم غير بالانسولين، ماشي لان الكورتيزول مثلا مرض السكري لما واخا يهتم بالانسولين، الا كان عنده الكورتيزول طالع فالكورتيزول سي هرمون ايبر غليسيميون، هرمون كيطلع لنا السكري. اذا الجسم خاصنا نشوفوه في الشموليه ديالو. فمريض السكري الاهتمام ليس فقط بالعين ديالو، بالكليه ديالو، بالقلب ديالو، وبالبنكرياس ديالو، انما يفوق ذلك الاهتمام بالكبد ديالو. والمريض السكري ملي كياخذ ماده البيطايين، ونذكر ان ماده البيطايين هي اللي كاينه في الباربا، هي اللي كتعطي هذاك ليزونتوسيان اللي كيعطيو هذاك اللون اللي عند الباربا، اللون المميز اللي عند الباربا، فهذه الماده هذه هي مفيده جدا للمرضى السكري. اذا الى حسبنا ذاك المذاق الحلو البسيط اللي كيكون في الباربا اللي ما غاديش ياثر بشكل او باخر على مريض السكري، وحسبنا الفوائد اللي حنا كنضيعوها على مريض السكري مي كنقولوا له ما تاخذش هذه الباربا، فنكون حنا كنعطيو شي معلومات ليست بمعلومات دقيقه. اذا بالنسبه لي انايا الباربا ما غاديش تضر مريض السكري، بالعكس غتزيد تعطيه ماده البيطايين، وماده البيطايين كتعاون الكبد، لان الكبد شنو هو؟ هو اللي كيدير الجليكوجينوليز، هو اللي كينظم لنا السكر في الجسم ديالنا، راه ماشي غير البنكرياس والانسولين. اذا كل ما كان الكبد يشتغل بشكل جيد
كل ما ان مريض السكري غتكون عنده راحه وغتكون استجابه للانسولين الا كان كياخذ الانسولين، غتكون استجابه للزاد او ليزونتي ديابيتيك او الكينات الا كان كياخذ هاد الكينات هادو. والدليل هو ان الاخ السيده كتصوم بشكل جيد والسكر عندها مقاد، هادشي هذا يحسب لها ويحسب الاسره ديالها لانها كاينه عنايه غذائيه بهاد السيده هادي. نعم. لكل مستمعي الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا فعلى 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 88 00 60 61 او 62. غادي نشوف اول مكالمه معنا، نتواصلوا مع بشرى من مدينه مكناس. مرحبا بك بشرى. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اختي عندي سكر. اول حاجه شحال في عمرك بشرى؟ عندي 37 عام. وعندي سكر، جاني سكر الحمولية. نعم. وكان مشى لي في حالاته ولا عاود رجع. رجع واش في الحمالة الأولى ولا غير رجع بدون حمل؟ لا رجع في الحمل. الحمل الثاني؟ أييه. أييه، شمن الشهر بالضبط اللي رجع لك الديابيت جيستاسيونيل؟ كان رجع لي من البداية ديال الحمل. أييه، ولا الحمل دابا تسالى؟ لا تسالى ولدت الحمد لله. انا دابا عندي اشكال غير في الصوم ديال رمضان. اسمح لي عافاك، الديابيت مازال عندك؟ لا لا باقي عندي. داكوغ، الوغ كتاخذي دابا الحبوب ولا كتاخذي الانسولين؟ لا كناخذ الانسولين. ها؟ كنت كندير الانسولين. لا ماشي في الحمل، في الحمل حاجه اخرى بالنسبه للدواء، غير في الحاله العاديه. فاش داز الحمل خلاو لي الانسولين. داكوغ، اها. ودابا فاش درت تحاليل هاد الاخرين ديال شي سيمانه قبل رمضان، جات عندي الخزان فيه 7.9. اها. وديال الصباح فيها غرام فاصله 14. ملي ديت التحاليل ديالي للطبيبه قالت لي ما تصوميش. داك شنو السؤال ديالك؟ فاش كنت كنسمع لك في هذا البرامج ديالك كنسمع قلتي جربوا. نعم. ولكن قلت انا جربوا بشروط انه يكون واحد التجاوب، يكون واحد استشاره مع المختص. نعم. ومن جربت الصيام ما حسيت بوالو. قيت الحمد لله مزيانه، لا عطش لا جوع، لا جاتني لا سخانه حتى شي حاجه. وفين درت نقصت الدواء راسي تلقائيه. لا ما متفقش معك في هذه النقطه، تفضل. ديك الشوكه اللي كنت كندير في الصباح ما بقيتش كنديرها، كندير غير ديال الليل. شحال كتلقاي السكر دابا في رمضان؟ في رمضان كان الصباح كيصبع عندي غرام و14 عواد وصفر شي حاجه كل مره، وشنو كيصبح. نعم جيد، نجاوبك ان شاء الله باذن الله. شكرا. العفو، شكرا لك بشرى، تواصلتي معنا من مكناس. وفقط غنطلب رجاء صغير من المستمعين الكرام غير باش الموضوع نعطيو الحق ديالو. فاحنا كنتكلموا على الناس المسنين والنظام الغذائي ديالهم خلال شهر رمضان الكريم، سواء بالنسبه للناس اللي سمح لهم الطبيب انهم يصوموا او لا الناس اللي الحاله الصحيه ديالهم ما سمحاتش لهم انهم يصوموا. كنتكلموا على الناس المسنين. بشرى العمر ديالها 37 سنه، تبارك الله مازال صغيره. نعم. قالت انه سكري الحمل عانت منه في الحمله الاولى، من بعد رجع في الحمله الثانيه وسد الحليمي. المشكل اللي بقى انه دابا بقات كتستعمل الانسولين، قالت بناء على استشاره ديال الطبيبه ديالها اللي خلات لها الانسولين، وكان القرار ديالها انها ما تصومش. نعم، غير بغيت نشير واحد النقطه استاذ عفاف، هو لا يعقل انك تكون انت مثلا مراه كتكون في بوندون لا غروسيس في الحمل ديالها. نعم. ويجيها لو ديابيت جيستاسيونيل سكري الحمل، وتسالي الحمل ديالها ومن بعد كيمشي لو ديابيت جيستاسيونيل. اييه. ونبقى مكمل انا بنفس النمط اللي كنت عايش. هذاك لو ديابيت جيستاسيونيل علاش جا؟ جا باش كيعطيني واحد لالارم، كيعطيني واحد الاشاره، كيعطيني واحد الانذار. هذاك الانذار هذاك واش خديته انا بعين الاعتبار ولا ما خديتوش بعين الاعتبار؟ الوغ شوف الاخت بشرى كان عندها فرصه في الحمل الاول. الحمل الاول جاها السكري الحمل وولدات ومشى منها السكري الحمل. تما كانت خاصها دير دابا، ماشي كنقولوا حنا المغاربه الله يعطيكم الخير ما بقاوش نقولوا اللي فات مات. لا راه 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 داز صافي راني عندي السكري ولا هادي، دائما خليو باب الامل مفتوح. حتى الا ما بغيتو قديتوش الباب الامل خليو غير الشرجم ديال الامل مفتوح. اذا بالنسبه لي انا مي كيجي هاد، لان السكري شنو هو؟ السكري كاينه لو شوك وكاينه لا فاز، واحد المرحله ديال الكومون، عاد كيجي ما يسمى بمرحله المرض. اي مرض مهما كان، المرحله المرض هي المرحله الاخيره اللي كيهز فيها الجسم ديالنا الرايه البيضاء. سو كيف حنايا الا فهمنا الاشارات، حيت انا اللي كيجيني انا من غير المنطقي هو انك مثلا
دوزتي بواحد النمط عشتي به لقيتي عندك نقص فيتامين د في سن مثلا 40 مشيتي خديتي واحد مكمل غذائي ما غاديش ندخل انا في هذه النقاشات لان هذه فيها حتى هي فيها نقاش كبير. من بعد تقاد لي انا هذا الفيتامين دي جيد، ولكن ليس من المعقول انني من قديت الفيتامين دي نعاود نرجع كما كنت عايش، سي نورمال غادي نقص لك عاود من بعد. سو كيف احنا ملي كيجيونا واحد الاشارات من الجسم واش كنفهموهم ولا ما كنفهموهش؟ وهذه الدرجه ديال التجاوب مع الجسم ديالنا او تجاهل الجسم ديالنا مرحله حاسمه في ظهور المرض من عدمه. يعني انا ملي يجيني واحد الاشاره جسم ديالي مثلا اعطاني واحد مثلا شقيقه، خاصني نعرف انايا شنو السبب، خاصني نحط علامات الاستفهام. فانت كتكون مثلا غادي سايق السياره شعلت لك البوره ديال المازوت، واش غادي نطفي انا ذاك البوره ولا نغطيها؟ ماشي غادي نغطيها، غادي نشوف شنو كاين. اولا شعلت مثلا واحد المشكل بلي عندك في السياره، ماشي غادي نشد انا شي حاجه ونغطي بها انا ذاك البوله ما تبقاش شاعله ما نبقاش نشوفها. هكا كنديروا حنايا، راه كنشدوا كنغطيوا هذيك البوله، مع العلم انني خاصني نشوف المشكل فين كاين. فانا جاني سكري الحمل، كان من المفروض ان من بعد، لان سكري الحمل كيجي و 90% ديال سكري الحمل كيمشي. ولكن علاش كاينه المراه اللي كيجيها سكري الحمل وكاينه المراه اللي ما كيجيش سكري الحمل؟ المراه اللي كيجيها سكري الحمل فهو عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كتكون عندك فرصه كيقول لك الجسم ديالك اتونسيون رد البال، حاول تقاد حياتك، حاول تقاد نظام الحياه ديالك، حاول تقاد نمط العيش ديالك. فهذه ناخذها انا نقطه ونبني عليها واحد الاساس دعم، لان دائما حنا كنبغيو واحد الدعم في الحياه ديالنا، ناخذها انا كوسيله من اجل انني نبدل نمط العيش ديالي. لا يعقل انني مشيت في جميع الامراض بدون استثناء، انت مثلا الضغط الدموي قضيتي الضغط الدموي ترجع كيف ما كنتي كتاكل قبل ما يكون عندك الضغط، فهذا لا يعقل في هذه المساله هذه. الوغ فقط بالنسبه للاخت انا لست متفق معها انها دير داك الشيء بالدارجه كنقولوا من راسها. اللي غادي ننصحها هو انها تمشي تبدل المختص، تمشي عند اي مختص تقول له انا بغيت نصوم وهالصمت وهاشنو كاين هاشنو كاين. اكيد المختص غادي يعطيها الفيفاغ، اكيد انا متاكد ان المختصين غادي يعطيو هذه المساله هذه بحكم انا قالت ما 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 ما, ما حسيت بشي حاجه. اكيد الجسم ديالها واي جسم يتجاوب مع الصيام، ربما هذا الاختيار اللي كان انها ما تصومش فيو ان عندها 7.9 ديال الخزان، لان 7.9 راه طالع الوغ تبدل المختص واكيد ممكن انها تستمر في الصيام، بشرط ان لان كنت قلتها انايا ممكن نجربوا، ولكن عافاكم ما تقولوش المعلومه مستقله، المعلومه انني قلت نجربوا باستشاره ديال المختص. نعم وفضل واحد الشروط معينه. تماما تماما نعم. فاذا بشرى منك ناس راكي محتاجه وضروري بالنسبه لك استشاره طبيه، ما يمكنش تبقاي هكذا وكتنقصي يعني كيف ما قلتي حتى الاستعمال ديال الانسولين هكذا كيف ما قالوا سي الحليمي منك لراسك، راه ما يمكنش لانه خافي من المضاعفات اللي ممكن توقع لك من بعد. انت دابا كتشوفي الحاله ديالك انها مستقره ومزيان، ولكن فكري من المضاعفات اللي ممكن تبان من الاسبوع نعم. ممكن تبان حتى الاخر في شهر رمضان الكريم. فرجاء انا بشرى استشاره طبيه راكي محتاجه ليها وضروري. الا سمحتي سي الحليمي قبل ما غادي ناخذ خالد معنا من قنيطره، تكلمنا في الحلقه ديال البارح رفقة الدكتور مصطفى الودغيري على انه المرحلة لما الله تعالى يعني كيطول في العمر والانسان كيعيش ديك المرحلة ديال ما نقولوش شيخوخة ولكن كيتقدم في السن، فسبحان الله كنلاحظوا على انه كل واحد وكيفاش كيعيشها. وقال الدكتور الودغيري واحد المعلومة اللي مهمة بزاف، قال دوك الناس اللي كيوصلوا 80 سنة وقال انه عنده حالة ديال شخص في 85 سنة وكيصوم رمضان وبدون مشاكل وكيجي فقط للمراقبة عند الدكتور مصطفى الودغيري، وقال عليهم الحالة ديالو الصحية اللي شفتيه كأنه يلاه عنده تقريبا 68 سنة ولا 65 سنة. قال هادو ناس علاش هما بهذه الحالة؟ لأنهم هيئوا. كيف ممكن نهيئوا لهذه المرحلة ونعيشوها بأمان وبدون مشاكل صحية أستاذ الحليمي؟ نعم، هو أولا مشكور الدكتور الغيري. أنا ممكن نتقاسم معكم التجربة ديالي. أنا عرفت واحد الشخص في الدار البيضاء عنده 106 سنوات كيطلع في الدروج بشكل عادي جدا. نعم. وما عنده حتى شي مشكل. وكنعرف شخص آخر اللي في العمر ديالو 125 عام. 125 سنة. هذا وفعلا هذا راه مدرسة، هذا خصنا نجلسوا معاه نقولوا له شنو درتي بالنهار وخوه. مي كتسولوا شنو كياكل؟ السؤال سولته أنا قلت له شنو كتاكل؟ قال لي كناكل داكشي اللي كيتنكل. وهذا سؤال وجواب وجيه. لأن قلنا الأكل نوعان، أكل تأكله وأكل يأكلك. إلا كنتي كتاكل أنت الأكل اللي كتاكل اللي هو خاصك تاكله فراك في المسار الصحيح. أما إلا كنتي كتاكل الأكل اللي هو كياكلك، وغتسمحوا لي اليوم لأن طلبوا مني بعض الإخوان أنني نحسب في المسألة ديال السلو والشباكية،
غادي نحسموا فيها اليوم ان شاء الله باذن الله باش نعطي الراي ديالي انا راي شخصي في هذه المساله ديال السلو الشبكيه ان شاء الله غادي نقولها في هذه الحلقه ان شاء الله باذن الله. لكن دابا بعض الحراك لا كيفاش نصوبوها صحيه لا كيفاش نصوبوها المسائل هذه اليوم غادي نعطي الراي ديالي وغنحسموا في بعض النقط باش كون صافي كنكونوا واضحين. الو قلت انايا كيبقى التهيئ هنا غادي نعطي واحد القصه غادي لان القصص والله سبحانه وتعالى قال نحن نقص عليك احسن القصص. قصص في القران الكريم مهمه بزاف نعم وللعبر للعبره. هذا واحد الشخص كانت عنده واحد الفيلا عنده واحد العساس في الباب ديال الفيلا. هذاك العساس لدرجه ان هذاك العساس ما عندوش شنو يلبس. كاين الناس اللي مازال كيعيشوا هذه الحاله هذه كيلبس واحد اللباس خفيف في الشتاء في الصيف في الربيع في الخريف. كان الجو ديال الشتاء الجو ديال الليالي وهذا الشخص هذا لابس خفيف. جا واحد الصديق ديال ذاك مول الفيلا جا عنده قال له علاش لابس هكا ما كيجيكش البرد؟ قال له انا هذه 15 عام وانا ما فياش البرد عايش هكا. هذا الشخص هذا قال لذاك العساس قال له انا غنمشي نجيب لك شنو تلبس غندخل للدار عند الصديق ديالي نجيب لك شنو تلبس. مشى ذاك الشخص هو ينسى نسى ما جابلوش شنو يلبس. هذاك الشخص توفي مات العساس. شنو كنخرجوا العبره ان هذا الشخص هذا قبل ما يعرف انه قبل ما يقول له شي واحد انك راك عايش في هذيك الطريقه كان متقبل الجسم ديالو كان اون فوا حنايا كنردوا البال لواحد الحاجه فالجسم ديالنا كيبقى معلق بالو بها والنيه دائما النيه هي كل شيء. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يعني النيه حنا ديالنا بالنسبه للجسم ديالنا راها مهمه بزاف. انت ونعطي مثال بسيط هذه دراسات الان دراسات كاينه مؤكده ان الانسان لما كتقول ربما عندي مرض القلب. حنا في خلال الستاج ديالنا ملي كنا مازال في مرحله ديال الدراسه كل سيرفيس مشينا له مشينا للسيرفيس ديال القلب كتقول اه واقيلا مريض بالقلب. كتمشي للسيرفيس ديال لوندوكرينو اه واقيلا عندي مشكل في كتمشي للسيرفيس ديال النورولوجي كتقول اه واقيلا عندي مشكل في كتمشي للسيرفيس ديال لوفتارمو كتقول اه واقيلا عندي مشكل في العين. حنا هذيك النيه الانسان في لو فون ديالو الا كنتي كتقول واقيلا انا مريض بالقلب كاينه دراسات الان كتاكد انك ممكن تمرض بالقلب. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اذا حنا انت سا ديبون المرض ديالك راه ممكن تواجهه سا ديبون انك واش حطيتي الوسائل باش تواجهه وذاك الكاس واش شفتي في الجهه العامره ولا شفتي في الجهه الخاويه. انا بالنسبه لي مرحله الشيخوخه سيعيشها الانسان شاء ام ابى. المرحله ديال المينوبوز ستعيشها المراه شاءت ام ابت. المرأة كتلقاها لا كترد البال للسن ديالها بالدقائق وبالثواني راه واحد المرحلة جاية يعني عندك جوج حوايج يا غادي توجد لها ويكون استعداد نفسي واستعداد جيد كيعود بالنفع على الجسم يا هي مفروضة عليك دو توت فاسون راه غادا تجي وما غاديش توجد لها وغتكون معاناة ديالك أكبر غير مع ذاتك غير مع ذاتك. فأنا كنقول المرحلة ديال الشيخوخة إلا كان المبيان ديال الحياة ديالنا كيبدا من ضعف ثم قوة ثم ضعف فالشيخوخة جاية نوجدوا لكن الآن دابا الناس كنشوفهم كيعيشوا. وبالمناسبة كان عندي أنا درس فيما يخص الصيام في رمضان في إحدى المساجد هنا في العريش نهار يوم الأربعاء تلاقيت مع ناس عندهم سن متقدم وعايشين واحد السعادة سبحان الله كتسلم عليه كيعطيك طاقة واحد الطاقة إيجابية لا تتصور. فاحنا هادشي اللي محتاجين حنا ملي يكونوا عندنا الناس المسنين نجلسوا معاهم ماشي خاصنا حنايا لأن حنا شنو من المفروض أننا حنا نجلبوا منهم الطاقة حنا طامعين فيهم ناخذوا منهم الطاقة. أما أنت ملي تمشي عند الشخص المسن وتمشي حيت باش تقوم بالواجب فانت كتسحب منه الطاقه. فمسحر مرحله الشيخوخه يجب الاستعداد لها يجب ان يكون تحضير نفسي وهذه مساله راقيه جدا. ومن يتعامل مع المسن بهذه الطريقه هذه انه نخليوه يفهم هذه المرحله باللي مرحله من مراحل الحياه فكيكون هو كياخذ الطاقه. والمسن راه عندنا جوج اختيارات سواء غنعطيوه الطاقة وغناخدوها منه لأن كيكون جالس مثلا في الدار جالس مثلا غير كيكون مثلا واخد الكريسي ديالو غير كتبدا تهضر معاه كتاخد طاقة سواء غادي يكون هو مصدر ديال شفط الطاقة ويبقى يشفط لنا الطاقة ديالنا حنايا. إذا حنايا نتعاونوا كاملين كمجتمع كأسرة كبيرة كأسرة صغيرة أننا ندمجوا هذه الفئة. لكن بعد الناس اللي تخلاو على هذه الفئة هاد الناس اللي داو والديهم لدور العجزة. نحن المجتمع الإسلامي لسنا بدور العجزة. اذا بالنسبه لي انايا
واحد المنبع ديال الطاقه الناس المسنين، واحد المصدر ديال الطاقه الايجابيه، ما فيهم حتى شي طاقه سلبيه، ما عدا حنا الا عطيناهم بضاعتنا ردت الينا، الا عطيناهم بطاقه سلبيه غيردوها لنا سلبيه، اما هما طاقه ايجابيه في الكلام ديالهم، في الحركات ديالهم، عندهم واحد الاتزان وواحد التوازن في الحركات ديالهم، في الكلام ديالهم، في الافكار ديالهم، وافكار ديالهم كلهم نيره وكلها حكمه. اذا يستدعي منا اننا هذه الفئه هذه فهي نهتم بها، ما نهمشوهاش كما داروا بعض الناس. اذا بالنسبه لي انايا الانسان المسن فهو عنده دور في المجتمع، والدور ديالو هو التوجيه. حتى الا ما كان، لان احنا الانسان يشتغل ماشي غير بالعضلات ديالو، حتى بالدماغ ديالو. وما احوجنا لهاد الناس هادو، وانا كنشكر وكنشد بحراره على الناس اللي كيتعاملوا مع هاد الفئه، لان فئه اللي تستحق، لان نستحق التكريم ماشي غير نهار ويومين وساعه. هاد الناس خاصهم تكريم مدى الحياه. علاش؟ لانهم هما اللي جابوا لنا هاد النعمه اللي كنعيشوا فيها، لا نعمه الامن ولا نعمه التغذيه. شكون اللي جاب لنا الامن في المغرب واللي كيحافظوا عليه هاد الشباب ديالنا؟ هما هاد الناس. شكون اللي جاب لنا الاستقلال؟ هما هاد الناس. شكون اللي زرع هذيك الباكور اللي كناكلوها حنا دابا؟ هما هاد الناس. شكون اللي زرع هذاك العنب اللي حنا كناكلوه؟ هما هاد الناس. اذا شكون بنى هاد الناس؟ هاد البلد؟ هما هاد الناس. ف نردوا لهم شي شويه ديال ذاك الخير ديالهم، اننا نهتموا بهم ونديروا حلقات ونعطيوا اشياء من اجل اننا نعتنيوا بهذه الفئه اللي هي فئه ديال الماضي اللي هي كتهتم بالمستقبل. لولا ان هذه الفئه هذه لما كان المستقبل مضمون. نعم. لكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه، فعلى 05 22 46 75 55 او 52 او 05 22 88 00 60 61 او 62. فاصل وراجعين، بقوا معنا. غير بنات مجموعة عمرانة الإقامة سكننا هنا، وأنا وعصام عمرنا تفرقنا. المدرسة غير حدانا كنمشيو لها بجوجنا، والويكاند كنلعبو في التيران ديال الحومة. مرة كيجي عندي للدار نلعبو، حيت دارنا متيسعة وزوينة. ديروا بحالنا واستافدوا من السكن الاقتصادي ابتداء من 14 مليون بأحسن جودة على العمران بويما، ولا اتصلوا بالرقم 080-115-16. مجموعة العمران، سكن أفضل لحياة أفضل. زوين فيك فيك، اللهم ادي اللي يكفيك 10% إضافية بالمجان في مسحوق الكف. في داركم ديما كاينة البلاصة ليكم وحبابكم، مع إيكيا هاد رمضان غادي تفنوا في استقبال ضيوفكم. طبلة مقادة مزيان والأطباق كلها أناقة شهواتكم، ما غادي يخصكم والو باش تهلاو في حبابكم وصحابكم، وحتى اللي جا على غفلة إوا كونوا على بال ووجدوا مزيان. موعدنا عند إيكيا باش تدوزوا أحلى رمضان. متجر إيكيا، طريق السيار بين الدار البيضاء والمحمدية، خروج زناتة. إيكيا تهلا في الدار. وفي تواصلنا معكم مستمعينا الكرام هذه المره خالد من قنيطره. مرحبا بك خالد. خالد اهلا وسهلا بك معنا. للاسف ربما انقطع معنا الاتصال، نمشيو ناخذ مكالمه اخرى هذه المره. ومعنا نعمه من اكادير، اهلا وسهلا بك نعمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أولا كنشكركم على البرنامج. العفو نعمة. بغيت نسول الدكتور الأم ديالي كبيرة في العمر 74 سنة. 74 سنة؟ أييه. عندها السكري والله غير بالريجين، قال لها الطبيب كتير مجموعة من الأغذية، قال لها واحد جالس. ما كتستعمل لا كينا ولا أنسولين؟ لا غير الريجين. أييه غير الريجين. ما عرفتش واش تاكل هاد الشباكية والحلويات وهادشي. نعم. شحال؟ عندها السكر مقاد؟ نعمة شوف، أول حاجة سولك أستاذ الحليمة واش عندها السكر مقاد؟ لا دابا عطاها غير ريجيم، قال لها راه عندك السكر وكيغيب الريجيم، هادشي اللي فهمت. واخا دابا الوقت اللي كتعبر ولا كتقيس السكر، السكري شحال كتلقى؟ ما عرفت غنقول لك، دابا الوقت اللي لقيتها ما عرفت بالضبط، ولكن المهم عطا لها واحد الهديه سقطت بزاف ديال الأغذية. أييه واخا، وشنو هو سؤالك نعمة؟ السؤال الثاني بالنسبة لي أنا، ياك انا عندي 22 سنه وعندي ضغط العين، اكتشفت هذا العام
ما كنسمعوكش مزيان. نعمه ما كنسمعوكش مزيان، اشنو عندك؟ عندي ضغط العين، تنصيب العين ما عرفتش. لا تونسيون ديال العين، ضغط العين. اييه وشنو هو السؤال؟ وبغيت نعرف التغذيه في رمضان واش شنو التغذيه الصحيه ليا. كتستعملي الهاتف بزاف؟ كتستعملي الهاتف بزاف؟ وقيلا كنوا السبب حيت انا كنت كنستعملو. الو كنسمعوك كنسمعوك نعمه، كنتي كتستعملي التليفون من قبل بزاف. نعم وقيلا نجاوبك. واخا نعمه شكرا لك تواصلتي معنا من اكادير. نبداو بالسؤال الاول لانه في الموضوع ديالنا وصل الحلمي. بالنسبه لام ديالها 74 سنه وقالت على انه الطبيب نصحها فقط بنظام اللي يكون متوازن باش غادي تعدل او تقاد داء السكري. نعم هو اولا هاد السيده ماشي ديابيتيك. نعم هذا ماشي ديابيت، هذا تري ديابيت. وحبذا لو اننا ان شاء الله هادشي اللي غنهضروا عليه ان شاء الله الى حين الله في الحلقات ديال السكري غنهضروا على ماشي ديابيت، بخي ديابيت. شنو هو البخي ديابيت؟ وانك انت يعني احنا اوني توز دي بخي ديابيتيك، هذه خصنا نتفقوا عليها في هذه الحياه اللي كنعيشوا، هذا النمط اللي كنعيشوه، راه كلنا بينا وبين مرض السكري غير واحد الحدث لا قدر الله ولا شي حاجه توقع لنا وهاد المسائل هذه باش نكونوا، لان هذا النمط اللي كنعيشوا فيه دابا ليس بنمط يعني لا يموت بصله لفيزيولوجيه الجسم. فبالنسبه لها هي يعني مزيان انها بالنظام الغذائي ديالها غادي مزيانه جيد جدا. الوغ بالنسبه لي انايا حبذا لو ان كل شيء يكون هكايا. سولت هي على الشباكيه واش تاخذها. نشوفوا الناس العاديين واش ياخذوا الشباكيه، عاد ندوزوا الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا. انا لان كنت طالبت انني نعطي رايي ديالي في هذه المساله ديال السلو والشباكيه. نبداو بالسلو اول حاجه. شنو المشكل عندنا احنا في السلو؟ راه ماشي في حبه حلاوه والنافع والزجلان وهذه الاشياء هذه. المشكل في السلو هو داك التركيبه ملي كنشدو نركبو هذاك السلو. كاين بعض الناس الان دابا بعض المختصين كيبقاو يعطيو بعض الطرق كيفاش نصاوبو السلو. انا نعطي الراي ديالي باش كومسا كنكونو واضحين. انت باش تصاوب السلو خاصك الطحين. كان ديال الشعير بالنسبه لينا الشعير ولا الطحين ولا كيف ما كان الامر سيال في كلشي. ما يمكنش انت تصاوب السلو الا ما حمرتيش داك الطحين جيد. لو فات انك تحمر الطحين انا باش نحيدو من هاد السجن ديال الافكار وهاد الاشياء. انا قلت انا المغاربه داروا شي حوايج زوينين، هذا لا يعني انهم داروا شي حوايج اللي هما يجب المراجعه ديالهم. فانا لست مع السلو ولست مع الشباكيه، مش نقدر نكون مع الزميطه بواحد النسبه، اما السلو لست مع السلو. علاش؟ لانك ملي كتشد انت الطحين وهذا الشيء هذا الانسان كي بعض الناس كيقولوا لا حنا السلو داخل في الثقافه. انا كنعطي الراي ديالي واي واحد عنده الاختيار. وغنشرحوا كنشرحوا علميا علاش وسلفيا. نعم الانسان له الاختيار، كل واحد له الاختيار. هذا هذه نقطه اساسيه عندنا في البرنامج. واني اي واحد عنده الاختيار. الوغ شنو اللي كيوقع؟ انك انت ملي كتشد ذاك الطحين وتحمرو، فملي كتحمرو كتوقع واحد التفاعل سميتو لا غياكسيون دو مايار. واخا ماشي مايار اللي اكتشفها، هو غير خداها من واحد. الوغ سميتها لا غياكسيون دو مايار. نفس العمليه كتتم داخل الجسم كتسمى لا غليكاسيون. لذلك من الناس المختصين ديال مرضى السكري كيطلبوا من المرضى انهم يديروا ليموغلوبين غليكي. شنو هي ليموغلوبين غليكي؟ هي الكريات الحمراء المقرمله. هكاك عاوتاني حنا خارج الجسم كتسمى لا غياكسيون دو مايار. لا غياكسيون دو مايار مي كتوقع انا في كتوقع كتوقع في الدجاج محمر، كتوقع في الخبز محمر، كتوقع في الكيكه، وكتوقع في الشباكيه، وكتوقع في السلو. انت ملي كتحمر ذاك الطحين شنو كتدخل الجسم ديالك؟ باش كومسا هكا الانسان نعرفوا شنو كندخلوا الجسم ديالك. كندخلوا الجسم ديالنا دي غليكوتوكسين. الخطير هو ان هاد لي غليكوتوكسين ما كيدخلوا للجسد ديالنا ما كيخرجوش. شنو كيمشيو؟ كيمشيو كيتثبتوا لنا هاد لي غليكوتوكسين كيديروا لا غليكاسيون عاوتاني. كيمشيو كيوقع تفاعل بين السكريات والبروتينات ديال الجسم. اول ضحيه هو الجلد ديالك كيتكونوا لي غيد تجاعيد. اول ضحيه هو بدايه التجاعيد. ثاني ضحيه هو البنكرياس. علاش؟ لان هاد لي غليكوتوكسين كيوقع لنا ملي كناخذوا السلو كيوقع لنا التيك ديال الانسولين. واحد العمليه كتسمى ليبوغليسيمي رياكسيونيل. هادشي غادي نهضروا عليه في مرض في مرض السكري، ما غنفتحوا الملف ديال مرض السكري. كتسمى البيك ديال الانسولين ايبوغليسيمي رياكسيونيل. السلو هو غذاء اللي هو كيعطينا واحد البيك ديال الانسولين كنسميوه حنا
عنده واحد لاندكس ماشي لاندكس غليساميك، عنده لاندكس انسولينيك طالع. شنو كيوقع لنا؟ داكشي اللي غتاخذو مثلا الا بديتي بالسلو هو الاول اللي غتاخذو، ولا سلو ما غيستافدش منه الجسم ديالك. علاش؟ لان الجسم بصدد التعب عطيتيه داك السلو هو الاول، داك الشباكيه الاولى، داكشي اللي غيجي من مورا السلو ولا الشباكيه حتى حاجه ما غتهضم، خليتيه حتى الاخر. فالجسم ديالك كيوقعوا تخمرات، كتوقع عندك الكونديدوز، كتكون الكونديدا البيكون كيتكون. شنو كيدير لنا السلو؟ بيك ديال الانسولين، هيبوغليسيمي رياكسيونيل، دي غليكوتوكسين كيدخلوا للجسم. شوفي كيمشيو، كيمشيو لعريقه الرقاق، كيمشيو للعين، كيمشيو للكليه الكلوه، وكيمشيو للقلب، وكيمشيو للدماغ. شنو كيديروا لنا؟ كيقيسوا لنا واحد الطبقه في الاوعيه الدمويه سميتها لانتيما، وكتقصى هذيك الطبقه وكينقص لك النظر، كتلقى نقص لك لا كليرونس ديال الكليه، كيوقع مشكل في القلب، كيوقع مشكل في الدماغ. هادشي فقط بسبب استهلاك ديال هاد السلو هذا، زائد ان السلو كيحبس لنا الفيدونج غاستريك. الفيدونج غاستريك شنو هو؟ هو الفيدونج، وبالمناسبه مادام اليوم كنهضروا على الناس المسنين فقط، الناس ربما غيسمعوا دابا الحلقه ديال المسنين غيقول لا انا ما كيهمنيش الامر. كيهمك الامر انت، الا ما كنتيش مسن غدا غتكون مسن، الاب ديالك مسن، الام ديالك مسنه، الا ما كانوش مسنين غدا غيكونوا مسنين. يعني الحلقه ديال اليوم كتهم اي واحد على وجه الارض، يعني اللي غيوصل لهذه المرحله هذه. فالمسنين عندهم واحد جوج ديال الحوايج ناقصين بزاف، اللي هما السي ام ام والبيريستالتيزم. شنو هما هادو؟ السي ام ام هو السي ام ام هو كومبلكس ماجور ميغران. هاد كومبلكس ماجور ميغران هو واحد التسونامي كيدوز في الامعاء باش كيسيق لنا الامعاء. المسن جوج حوايج انا كنوصي الاسره ديالو، جوج حوايج ما عمركم تفرطوا فيهم. النقطه الاولى الحركه، خليه يتحرك ولو غير يوقف. ولذلك ان الصلاه، الصلاه فرضت علينا واخا تكون، واخا تصلي غير بعينك. اذا المسن اول نقطه اللي نهتموا بها هي الحركه. علاش؟ لان الحركه كتخلي هاد السي ام ام نشط وكيبقاو يخواو لنا الامعاء، وكتخلي البيريستالتيزم، البيريستالتيزم هو الحركه الدوديه، الحركه الدوديه هي اللي كتخوي لنا الامعاء. لذلك فالمسنين كتكون عندهم كونستيباسيون، كيكون عندهم قرط. هذه النقطة الأخرى. النقطة الثانية اللي خاصنا ما نفرطوش فيها عند المسنين هو ملء الفراغ. شنو معنى ملء الفراغ؟ ما تخليش المسن يعاني من واحد الفراغ. علاش؟ لأن إلا خليتيه يعاني من واحد الفراغ غيبقى يخرج لك برا ويمشي يلعب الضامة ويبقى يدير شي حوايج وهاد المسائل هادية. حنا بغينا هاد المسنين نستافدوا منهم. إذا باش كنعمر له أنا الفراغ؟ الانشغال في المنزل، نخدموا معينا في المنزل، اشياء اللي كتخدم الدماغ ديالو. يعني الا كان الجسد ديالو ما بقاش كيقدر يشتغل فالدماغ راه باقي كيشتغل، نخليه يخدم الدماغ ديالو، ندير له برامج كاع تلفزيه اللي هي برامج توعويه، برامج ثقافيه، برامج اللي فيها الاستفاده، ماشي برامج ديال دابا ولاو حتى الناس المسنين الرجال ولاو كيتفرجوا مع الامهات في افلام. الان افلام التي تعرض للمده ديال 4 سنوات و5 سنوات لا يعقل انك انت تخلي الاب ديالك تفرج انت وياه في واحد الفيلم لثلاثه السنوات واربعه السنوات. هذا ليس اهتمام، هذا اهمال. اذا نعمروا لهم الفراغ ديالهم بالاشياء الجيده ونخليهم يتحركوا ولو غير نوقفوا ان كل قسمين. شنو كيوقع له؟ كينشط هذا السي ام ام، كينشط البيريستالتيزم، كنحاربوا الكونستيباسيون، وكنخليوا الدوره الدمويه تدور. علاش؟ لان هاد الناس كتكون عندهم نقص في لابيتي، كيكون عندهم مشكل في هرمون الليبتين، كيكون مشكل في هرمون الجريلين، كيكون مشكل في هرمون البيتا كاتينين والهيستامين، وهادو هما اللي كيخليوه يجوع ويعطش. كيكون هما راه فيهم الجوع بيولوجيا ولكن ما كيعبرش عليه، ما كيحش به كاع. راه فيه العطش بيولوجيا ولكن ما كيعبرش عليه، ما كيحش به كاع. اذا انا بهاد الدوره الدمويه كنخليها نشطه بهاد الاشياء هذيا، زائد الاهتمام بالاكل، زائد هما كيكون عندهم نقص في شويه المذاق، ما كيبقاوش يحسوا بالمذاق، خاصنا نعطيهم الاغذيه الغنيه بالزنك. علاش؟ لان المسن كيكون عنده نقص فيتامين بي 12 بنسبه كبيره، ونقص في المعادن منها الزنك. واي واحد واخا يكون عنده 20 عام الا نقص له الزنك من المذاق ما يبقاش يحس به. هادشي علاش كنقولوا الاهتمام بالنوعيه وبالكميه وبالحياه اليوميه ديال المسن، ماشي نجلسوهم في الكراسه ونخليهم راه بحال اذا كاينين بحال اذا ما كاينينش. اذا هذه فقط الانسان العادي، فما بالك واحد عنده مثلا بخي ديابيتيك او لا ديابيتيك ياخذ هاد الشباكيه وياخذ هاد السلو. داكشي اللي قلته انا على السلو قلتو على الشباكيه، وكنقول للناس رجعوا عند التاريخ منين جات الشباكيه. راه التاريخ راه هو يهضر على راسه. كنظن انا ربما الناس ما عارفينش كيفاش جات الشباكيه. الشباكيه راه جات باشياء، اشياء اعتباطيه، ناس اللي ناس لا 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 ما عندهمش كاع تكوين في الطبخ ولا اشياء هاديه ولاو كيعطيو هذه المواد هذه. اذا بالنسبه لي انا السلو
ولا الشباكيه. هذا الموقف ديالي منهم انايا اشياء اللي هنا قلنا كتعطينا لي بيك دالسوني، كتعطينا لي بوغليسيمي، كتعطينا لي غليكوتوكسين، كتقلل الفيدونج غاستريك، كتعطينا مال ديجستيون، كتعطينا تلبكات في المعده. داكشي اللي قبل منا ما غيتمش الامتصاص ديالو، داكشي اللي من موراها ما غيتمش الامتصاص ديالو. فهذا وجهه النظر ديالي انا في هذه المسائل، وكيبقى الانسان عنده الاختيار واش ياخذها ولا ما ياخذهاش. ومازال لقاءنا متواصل ومستمر معك كل اوفياء في برنامج صحه وسلامه مع الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. فاصل قصير وراجعين، بقوا معنا. خلال الشهر الفضيل سنترافق على بئن لتكون مائدة بئن جورمي أغنى من خلال الوصفات المميزة والأطباق الشهية، مع سلسلة من البرامج الخاصة التي تحمل كل ما هو جديد وكل ما هو لذيذ. رمضان ألذ مع بئن. للاشتراك اتصل على 05-2020-6363. رجعنا اكيد على ميد غاديو في تواصلنا مع المستمعين الكرام. هذه المره غادي نمشيو باش ناخذوا خالد معنا من قنيطره، كنظن انه رجع من بعد ما كان انقطع عليه الخط. مرحبا بك خالد، اهلا وسهلا. خالد معنا، كتسمعنا خالد؟ اهلا وسهلا بك. ربما كاين مشكل في التواصل مع لي، للاسف كنا بغينا نعرفوا السؤال ديالو لانه كان انقطع عليه الخط ورجع مره اخرى. معليش نمشيو ناخذوا فاطمه هذه المره معنا. فاطمه ناخذ العيدي معنا من وجده، اهلا وسهلا بك العيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مبروك يا لا كريم علينا وعليك الا سمحتي العيدي، راه كاين مشكل الصوت كيتقطع ما كنسمعوكش مزيان. خليك في بلاصه ثابته وحاول انه حتى لاباري ديال التليفون ما تحركهاش بزاف. صافي لا واخا. تفضل مرحبا بك العيدي. شكرا. الله يسمح استاذ الله يجازيك بخير، انا في العمر ديالي 43 سنه تقريبا. اييه. او الدكتور انا كيعجبني هذا التغذيه وهذه النصائح، الله يطول لك العمر. ربي يخليك مرحبا. ورضو الله يحفظك على سيدنا رمضان ويحفظ كافه المغاربه ويحفظ هذه الاذاعه. يا رب. بغيت غير نسولو. نعم. انا الفطور ديالي كيف قلت مسائل مصنعه ما تناكلهاش، ولكن الفطور ديال المغرب بغيت نشوف واش راني كندير شي احتياط ولا لا من القدام. نعم. انا الفطور ديالي كنفطر دابا وقت الملوخيه. نعم. يعني لما كيكون طاقه كبار كاس ديال الماء ثلاثه ديال التمرات تمشي نصلي، كي كنجي كناكل كان الفطور ديالي الوصفه ديال الفطور غير الملوخيه. اها. والسحور كنخدم السحور يما هكذا ديسير خفيف وعصير ديال فواكه، ياك فواكه ماشي ديسير، فواكه كنخلطهم بالماء. هذا اللي كاين. داكوغ. كدير فواكه كتخلطهم يعني كطحنهم مع الماء. ها مع الماء ولكن التمر ضروري مع التمر، كندير 7 ديال التمرات كوكا وحده. أيه. او اذا كان شي ليمونه ما كانش غير هما بجوج مع الماء. أيه. وكنطلع يعني فيه خير نهار كامل ديال الجماعه. أيه. يعني واش عرفتيني واش انا غادي ممتاز في هذا الشيء ولا لا؟ تبارك الله عليك. نعم. العيدي انا غير سمح لي بالنسبه للخليط اللي كدير ديال الخوخ مع التمر والماء، ما كتضيفش معاه السكر نهائيا؟ لا كتحلي بالتمر. زين راه ديجا التمر ده حلوه. اييه تبارك الله عليك. واخا العيدي نجاوب على السؤال ديالك. شكرا. حتى في الطير كناكلها ولكن. اييه واخا العيدي، شكرا لك تواصلتي معنا من وجده. الا سمحتي قبل ما نجاوبوا على السؤال ديال العيدي استاذ الحليمي، من ضمن التساؤلات اللي كان جات في الحلقه ديال البارح من خلال برنامج صحه وسلامه هو المساله ديال البروتينات، وبقى صراحه سؤال اللي هو عالق، واش مسموح عند الاشخاص المسنين او لا؟ لا لانه في الاتصال كان جاول كثير من الاتصالات ديال مثلا هكذا يعني ناس اللي هم قابلين اما الامهات ديالهم ولا الاباء ديالهم، وكيقول لك انا في نظام الغذائي راه زولت له اللحم تماما، راه زولت له الدجاج، راه حيدت له البيض البلدي، يعني مصدر ديال البروتين ما كيبقاش. واش هذه مساله صحيه وصحيحه ولا لا؟ نعم. هو اولا الاخ العيدي هو مثال حي ديال واحد الانسان كيصوم بطريقه جيده. نعم. دابا الا قلنا لشي واحد ها شنو تفطر وها شنو تسحر بداك الشيء اللي قالنا الاخ، يقول لك واش غنعيش لا غد ليه. مثال حي هو حي يرزق. وقال كيدوز النهار ديالو بخير الحمد لله. انا نقول لك علاش استاذ عفاف، ان احنا شنو كيوقع في المجتمع ديالنا؟ نعم. الله سبحانه وتعالى قال نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والله سبحانه وتعالى سبق الخوف على الجوع جمعهم بجوج. نعم. حنا ذاك الخوف ديالنا اننا غدا ربما يجينا الجوع والعطش، شنو كيديروا الناس؟
كنبقاو ناكلو 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 في الفطور ويزيد عاوتاني يكملها بالعشاء ونزيدو السحور. نعطي واحد المساله بسيطه والناس يلاحظوها. شتي في السحور الناس يجربوا ما ما ما, ما, غادي ما غاديش انا كنقول للناس راه ما غاتموتوش باش نجيو منيشان. انا كاين بعد ما عمر شي واحد توفى بالصيام هذه الاف السنين. في السحور ديالك كل ما كثرتي الاكل كل ما غيجيك الجوع والعطش لغديه. نعطي مثال، واحد الشخص مثلا فطر بالشاي بدون سكر، شاي بجوده عاليه، بيضه بلديه، زويته بلديه، خبز كامل. واحد الشخص فطر بوحدو بالطاجين، شكون اللي غيجيه الجوع اكثر؟ غيجي الجوع اكثر هذاك اللي فطر بالطاجين. السؤال المطروح علاش؟ لان احنا ملي كناكلو، شوف الناس كيكونوا كياكلوا راه كيعرقوا. شنو كيوقع خلال الاكل؟ ملي كتاكل انت فالاكل والهضم والامتصاص كياخذ من الجسم طاقه، وداك الطاقه لابد لها من انها تستهلك الماء، وغيجيك الجوع وغيجيك العطش. اذا من اجل ان ما يجينيش الجوع والعطش يجب ان نقلل من الاكل لا ان نكثر من الاكل. ولكن من كنقللوا من الاكل، الا قللتي مثلا كليتي من من من, من الكيكه راه ما غاديش تشبع واخا تاخذ خمسه ولا سته، اما الا خديتي التمر فراك غادي تشبع. اذا حنا يجب كنا نقولوا نقلل من الاكل وناخذوا اغذيه فيزيولوجيه واغذيه قويه. اذا بالنسبه لي انا المثال ديال الاخ العيدي هو مثال رائع جدا، وقلت انا الحمد لله انه حي يرزق بهذا النظام هذا، باش هكا ما يقولوش الناس لهذا النظام، لان حنا كنبغيو نعطيو للناس بعض الاشياء اللي هي اكثر نفعا، ولكن بعض الناس يقول لك لا هذا السيد هذا ربما غيعطينا هذا. راه كاينين ناس وحنا شخصيا في الفطور ناخذ غير فواكه، في العشاء ناخذ غير فواكه، في السحور ناخذ خبز كامل، السمن مع العسل مع الشاي بدون سكر، وكنقيل الحمد لله واليوم ديالي كيدوز. وحتى ان بعد دابا كاين البطولات ديال كره القدم، لان كنديروا ماتش في النهار والحمد لله وكيدوز النهار وكتفرح. وغير باش نشيروا على انه الفريق ديال الكره اللي مع استاذ حليمي دائما هو الفائز، يعني نعم السنه الماضيه كنا حنا الفائزين البطوله ديال رمضان. نعم هادشي هذا فقط باش نعرفوا نعطيو امثله حيه. نجي للسؤال ديال البروتينات. السؤال ديال البروتينات فغادي نعطي للانسان المسن العادي، عاد نجيو للانسان المسن. ربما الناس كيركزوا على البروتينات في رمضان، لا اللحم والبيض وهذه الاشياء هذه. انا كنقول كل ما قللنا في البروتينات في خلال الافطار وخلال السحور كل ما مزيان. علاش؟ لان أسوأ فتره لهدم البروتينات في الجسم ديالنا هي الفتره ديال الليل. داكشي علاش كنقول انا الانسان البروتين ممكن يكون مثلا واحد شويه ديال الدجاج البلدي، واحد شويه ديال البيض البلدي، جيد ما كاينش مشكل. الناس غايقولوا ملي غنجيبوا البروتينات ما تخافوش، لان الجسم ديالنا خلال نهار رمضان كتموت 35 مليون خليه، 25 مليون خليه اللي كتموت. هذيك الخلايا اللي كتموت تاكدوا انها قبل ما تموت كتخلي وصيه كتعطيها الجسم سميتها البروتينات. يعني الجسم ديالنا ما عمره غينقص من البروتينات، ما عدا يوصل الانسان لواحد المجاعه لواحد المده طويله جدا. اما خلال نهار رمضان الجسم ديالك الا كنا كنهضروا على الحاجيات في البروتينات، فالجسم لا يحتاج بروتينات خلال نهار رمضان. علاش؟ لان احنا عندنا الباسن بروتيك كيبقى ديما فيه واحد التوازن، وخلال رمضان يحقق واحد التوازن رائع جدا. غير باش نقولوا الناس اللي غياخذوا فواكه وهذه ولا ما كياخذوش بروتينات ما نخافوش من هذه المساله دي. بالنسبه للناس المسنين حبذا لو اننا نعطيهم واحد نسبه قليله ديال البروتينات، مثلا البيض البلدي. غير البيض البلدي الناس المسنين ولا الناس العاديين، الله يعطيكم الخير. الناس اللي كيقولوا لنا كناكل غير الصفر ولا غير الابيض، البيض البلدي يؤخذ الاصفر مع الابيض. علاش؟ احنا كنا هضرنا عليهم في الحلقه ديال البيض، قلنا بان الالبومين اللي كاينه في البيض ديال البيض كتحتاج مواد اللي كاينه في الصفر ديال البيض، هو فريق عمل اللي خاصنا ناخذوا البيضه كامله، ماشي ناخذ غير الصفر بوحدو ولا غير البيض بوحدو. إن بالنسبه للبروتينات ديال اللي هي سهله، البيض البلدي، المريقه ديال الدجاج البلدي بالنسبه للناس المسنين، زائد الاسماك. احسن بروتينات ممكن ياخذوهم المسنين هي الاسماك، فقط اننا ننقيوها مزيان ونعطيهم ياكلوا عفاكم ونفكرهم في الماء ونفكرهم في الاكل. وكاين الناس دابا مسنين اللي كيدوزوا وسبحان الله كيدوزوا رمضان بواحد الطريقه وعندهم واحد الصبر، وهما اللي كيعطيونا الصبر. غير هو كيكون عنده مشكل في لابيتي، كيكون عنده مشكل في لوغو، كيكون عنده مشكل في الحركه ديال الامعاء السي ام ام والبيريستالتيزم، كيكون عنده مشكل في الشم. اذا نعطيهم اغذيه اللي فيها الزنك شويه باش كومسا هذا المشكل ما يبقاش، باش تحسن لهم المذاق. نعم
تحسن المدى. زائد لا كونسيباسيون، لا كونسيباسيون انا نعطيهم اغذيه قويه لان كياكلوا معانا حنا خدينا اغذيه جيده راه غادي حتى هما غياخذوها، خدينا اغذيه غير جيده حتى هما غياخذوها. وما نساولهمش عافاكم شرب الماء لان شرب الماء مهم ليهم بالنسبه للمشكل ديال القبض. نعم. كل الشكر ليك الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. موعد اخر ان شاء الله غادي يجمعنا الاسبوع الماجي بدايه من يوم الاثنين، يوم جمعه مبارك ان شاء الله كنتمنوه ليك وللجميع. امين. وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه، لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا لسعيده عقال معي في إخراج وسميحة عشوبي مشكورة في استقبال مكالمتكم. بقية أوقات طيبة وممتعة قدوها دائما رفقة برامج الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. إلى اللقاء.